يا ليتني بي إلى وطني عود لتلثمني. حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. يا ليلة من ليل البنفسج يا عذر يا مامزد مامس وحد. قل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر السباح حتى تطفن نشوفه. شن صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جاي تبون. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجين الصوت. وين انت اشتهيت الموت بنص بغداد اريد الموت. دبرولي عذر حتى ارجع وياه الحكي بينك نشتاق لهواي. فراغ بقلبي عايف كان صحراء مثل صايم صرت مشتاق للماي. كل شي اللي وجوده تخيل فلان وحيل ارتاح اذا حسيتني جاي مثل عشق البدو وتخيل شلون كتلة البدو بس لا تاخذ النار. تعال بروحي أزمة ترد تعال اشعلها نيرانك بقية تورد. تعال الليل ما أخذ حصة من الآخ وطيوفك فلا تبرد. لا ليك لا ليك الشر إلا شر وأوقف بعينه. الشر إلا شر وأوقف بعينه. بالزينة تعرفنا الناس ما عرفتنا بالشينة. ما لوم المثل من قال الجمل لو طرح تتكاثر سكاكينة. لا وين الشر من يزعل لا وين الشر من يزعل لا وين الشر من يزعل. الله عليك الله عليك صح لسانك. إذا مشاهدينا فاصل ونواصل. قل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر السباح حتى تطفن نشوفه. شن صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جاي تبون. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجين الصوت. وين انت اشتهيت الموت بنص بغداد أريد الموت. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ليله شعر. شعرائنا اليوم من الجنوب من البصره ومن الناصريه. خلوني ارحب بشعرائنا فلاح الطائي وحسن حجاز. اهلا وسهلا بكم يسعد لي يومكم. حياك الله سيد. حياك الله نورتونا. انت النور ومشكور على الدعوه. ان شاء الله اليوم تكون حلقه تليق بالجنوب وبالكادر كله. اهلا وسهلا بكم فلاح. شلونك؟ الحمد لله سلامتك. ألف سلامة. ما تشوف شر يا ربي. الحمد لله والشكر. عرفت أنه حضرتك من إجيت أنه صار عندك تسمم أو هيك شيء؟ اليوم أنا مو ابن الناصرية ابن العراق. أنا قاعد هنا الله شاهد يعني قاعد ابن الصهيلي. الله يخليك ويحفظك ويسلمك. يا حلقة يعني نبدأ أصير إن شاء الله. إن شاء الله حلقة جميلة جدا وبوجودكم ويانا. أهلا وسهلا أهل الجنوب. شكرا للكادر المصورين. الله يخليك فلاح. نبلش بداية شوية نحكي عن نفسنا. شو وقت بلشنا بكتابة الشعر؟ شاعر مهوال حضرتك. شاعر مهوالي. شاعر مهوال إيه. نعم مثل ما قلت كل نكتبهن على قول تهنى. أنا أكتب البودية أكتب الدارمي أكتب المشيح أكتب القصيدة أكتب الهوسي. بس لقيت مجالي بالهوسي. حلو. يعني إذا كل عزلتني على صفحة شفت روحي بهذا المجال. حسيت نفسك إنه أنت راح يعني تبدأ بهذا الشيء. المجال إيه. بالطبع تركت القصيدة يعني لقيت روحي بالهوسي. حلو جميل جدا. شو كنت بلشت بكتابة الشعر؟ شلون دخلت العالم الشعر؟ احنا في ما تقولين من واحد لواحد طبعا انتم ما شاء الله معروف عليكم الجنوب شعراء. عائلة شعرية بيت كله شعرية. يعني حتى النسوان ابوي خالي اخواتي يعني من واحد لواحد ما شاء الله عليك. ما جينا هيك. حلو. وهاي من اي عمر علينا. من اي عمر فلاح؟ انا مواليد 89 واحد واحد ما شاء الله عليك ربي يحفظك. من اي عمر يعني بلشت في كتابة الشعر؟ انا اكتب الشعر من 2009 طلعت للشارع من 2018. نعم يعني من شفت روحي بيها طلعة مثل ما تقول طلعنا. حبوه حبوها الناس الحمد لله والشكر. يعني اللي يريد شيء يوصل. اكيد طبعا اكيد. شلونك حسن؟ حياك الله ست. اخبارك؟ والله بخير. انا الشاعر حسن حجاز من محافظة البصرة. نعم بديت الشعر تقريبا صار لي 3 سنوات. قبل يقولون اذا يريد يحتلون دوله من الدول يقتلون ادباءها وشعراها. صح. فهنا يعطيك الدلاله على ان الشاعر لازم يكون صاحب مسؤوليه من مبدا وشعر وشخصيه.
وقرآن كريم نفسه ذاكر الشعر تقريبا 5 مرات حقيقة. نعم. فهنا تعطينا طابع لازم الشعر يكون متكامل إذا كان موهبة أو إذا كان يعني تسقل موهبته. فالحمد لله وشكرا، نطمح نكون على مستوى المسؤولية بهاي الحلقة. حلو جميل جدا، الله يخلي الست. شو راح نسمع من فلاح لو من حسن اليوم؟ لا من عندي الوداعي أحسن. يلا تفضل. بالآونة الأخيرة صارت الناس تحكي أشياء يعني صراحة مو بداخل الضمير، ما تعرفوا عن حقد أو حقد وكراهية. بالضبط. فشوف إنسان يحكي أكو أشياء مو بداخلك، يا أخي أنا مو يمك، أنت ليش تحكي؟ عندك شيء تعال قابلني أنا أو قابل الست. ممكن تكون غيرة، ممكن تكون يعني دلالة على نجاحك أنت وإبداعك لهذا السبب. مهما كانت النجاحات، مهما كانت يعني الوص يعني كان إعلام أو شعر، مهما كان. نعم. بس مو حلو، لازم يكون الضمير صاحي في هالوقت. فقلت ذموني وقلت حتى الله ما خلصان من وادم خلقها وتالدي تكفر. أي طعنوني شكثر بس خبط طبع الناي أريد أعزف وأقول أن تخلص وتعبر. الله عليك. وصرت مثل الشمع لما تجهب النار، إذا ما يبت روح الظلمة ما تعذر، وعشت ويا ناس منهم موسى صاح الله، الله عليك، وأكبر بشر شيمتها باستغدر، صرت لهم قمر قالوا علي هلال، صرت لهم القاطع قالوا شيشعر، عشت مثل النبي قالوا تخبضها، عشت السكران قالوا الحدو يكفر. الله الله. الحمد لله بظهرهم ما صرت نيشان ولا معصوم مصيرا للذنب يغفر، ومثل باب الشريف الدقن ظل مقفول، مثل باب الشريف الدقن ظل مقفول، بيرا قوم هدا للكلف والحر، وسيد لون خاني صاحب انطراد، وسر وسر اخرس بنص النار، اطرش ما اسمعك من تريد السر، بطن خرز الكرهن بروحه طب خيط، الفتك يرجف قباله صير انزر. الله عليك. الفتك يرجف قباله صير انزر. الله عليك. صح لسانك جميل جميل جدا. فلاح شو سمعنا اليوم؟ كل شيء نسمعكم احنا اليوم. مرات لا تريد شيء يعني ببيتك او بالشارع. نعم. كل سبب الى النجاح دائما انت لا تريد تطلع، اكو واحد يعني شجعك. اكيد طبعا يحتاج انه احنا لازم وياك شخص مرافق الى داعم. اي لازم يكون دائما مرافقنا ودائما يكون ويانا. متى تبين شوقك والهلاوين والهلاوين، قول متى تبين شوقك والهلاوين، تعبت بيان هجرك والهلاوين، ضحكتك وين صارت والهلاوين، الفرح لو طار كنت تجيب لي. الله. انا طبعا اقرب شخص لي زوجتي، يعني كل شيء داعم. حلو. هي راح اقرا اقول بين الشيب بوجهنا وقالت الوادم وقار، بين الشيب بوجهنا وقالت الوادم وقار، هذا مو شيب تشوفه هذا ضيمك يا النهار. الله الله. بين الشيب بوجهنا وقالت الوادم وقار، هذا مو شيب تشوفه هذا ضيمك يا النهار، احنا ما نعرف نسلب ناكل الخبز بحلال، احنا ما نعرف نسلب ناكل الخبز بحلال، اهل بيرق واهل ثايه يا اللي ردت عز ودلال، يا اخي ضيفني وجرب عزوبيتي، المفروض كلكم تضيفون الناصريه، ضيفني وجرب عزوبيتي قبل لا صيح حيهم تطب صينيتي. الله عليك. الله. انا العزب وبي اهل الضيف شاغير بن حاتم مرتفع صيتي. كفو والله. انا العزب وبي اهل الضيف شاغير بن حاتم مرتفع صيتي، ابن دلة ومضيف وبيرغ وفنجان هتش من الزغر معروف وتربيتي. والنعم والنعم منكم. آخ بن دلة ومضيف وبيرغ وفنجان والصعبة تلوذ بطرف احنا نسترها تخضر، وردة وكشفها التاريخ احنا نسترها تخضر. اي وردة كشفها التاريخ. الله عليك. الله عليك. صح لسانك جميل جدا جميل.
طبعا احنا نعرف بدايه انه فلاح زوجته كانت داعمته وما زالت لحد الان مبارك. يعني حلو من تكون زوجتك انه لحد هذه اللحظه انه هي داعمتك في كل مجالات الحياه. صحيح. قله من الاشخاص انه نشوف مثلا زوجاتهم داعمهم خاصه في مجال مثلا مجال اللي هو يحبه طبعا، في مجال العائلي هذه بحثا اخر طبعا. لكن في مجال الشعر قله، ممكن تصير اكو غيره، ممكن تصير اكيد حضرتك عندك معجبات وهذه الامور كامراه هي شوف كثير، لكن حلو تكون التفهم والدعم جميل جدا. لا متفاهمين الحمد لله وشكرا. حلو جميل الحمد لله. حسن من الداعم؟ والله اذا اقول ماكو داعم اي انسان يقول مستحيل على كل يعني امور الحياه. فعلى على مستوى العائلي اكيد هي الوالده الداعم الرئيسي، الله يحفظها لك. الله تستمين ست. وعلى مستوى الشعر هو اصدقاء يعني صراحه يقدموا النصيحه ويقدموا الدعم المعنوي، ومرات هم اذا اكو انسان يعني انسان يحسسك بوجوده، انسان يساعدك على الكتابه، لان خلينا نتفق انه الشعر اليوم مرايتك، شنو يعني شنو تقرا يعني هذه مثلك، شلون ما شفنا نفسك كلهم رايه الكلمات اللي انت تطلقها اللي تنبع من داخلك بالضبط، يعني يوم رايتك يعني شيء راح اللي توصل للناس مباشره. بالنسبه لي انا اكتب الشعر مو تنافسيا ابد، يعني اليوم انا امر بيك حاله بيك موقف احكي لي بداخلي، وهاي يعني صراحه بعدتني هواي عن المشاكل عن فلان وعلان، يعني كنت تعبر على داخلك يعني فقط معتبره شيء حياتي خصوصي. وان شاء الله يعني القادم افضل اكيد طبعا ان شاء الله. فهسه عرفنا انه الداعم الاول لك هي الوالده، ان شاء الله بعدين يجون الاصدقاء. احلى دعم من يكون من الوالده، احلى شيء دعم بالدنيا، دعم صادق جدا. احلى شيء دعم صافي ما بأي مثلا غيره او شيء ابدا، لا لا هي تدعي وتفرح طبعا، لانه دائما الام تريد تشوف اولادها باحسن حال اكيد احسن مكان. جميل جدا ان شاء الله. فلاح نعم، الحب من طرف واحد كارثه، ما يصير من طرف واحد يصير، ما ادري شلون الحب من طرف واحد يكون مثل الموت البطيء، ما ابي ذوق شوي. بس لا طرفين سجمون احلى. يعني انا احب لشخص هو ما يحبني شو اسوي؟ ما اكون سجام. كثير من الاشخاص حبوا من طرف واحد بس ما اشوف بي ذوق، المطاف انه هم عايشين باتعس حال، ما اشوف بي ذوق. انسان له هو يحبك وانت تحبه، نعم تعيش جو حلو. حجرشم يقول اللي يحب من طرف واحد كون يصير من عمره شاله، الله يرحمه. الله يرحم. اي زين نسمع شيء من فلاح؟ خدمتكم. الحب من طرف واحد كاتب عنه شيء؟ لا لا ما كاتب. فلاح دائما متفائل فكاتب عن الغزل اكيد، فنسمع غزل؟ يخاف يخاف. بعدين بعدين نرجع على حسن، حسن اكيد عندك هذه القصيده. ان شاء الله. قول موتن على خدودك حيل ورداي الخدج عسل بالريج، ورداي اموتن على خدودك حيل ورداي الخدج عسل بالريج، بقلب انت وصيح بعيد، بقلب انت وصيح بعيد، ورداية تكهرب من تخلي ايدك علي، الله عليك تكهرب من تخلي ايدك علي، الله عليك الله عليك. صحت باسمك لما صوتي شحط بي، صحت باسمك لما صوتي شحط بي، وفراغ بروحي لك قلي، خايف مشى وظل يسحل بقلبي، شحط بي خرابه ولملم العاقول بي، الله عليك الله عليك صح لسانك. روح اي حسن. نعم ست. شو تقول عن الحب من طرف واحد؟ والله هو ماكو شيء من طرف واحد، لان اكو شيء خلينا نتفق عليه احنا. اليوم انا عندي مشاعر تجاه شخص، نعم، فمستحيل انه انا على اساس تعال انت اعطيني مشاعرك، ممكن احجاب صار وحبيته يعني، بس انا ابقى متحفظ كثير لازم. من الاشخاص يعني عفوا البعض انه ما عندهم هذه الجرأه اللي يعترفون بها مشاعرهم، لا 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 هي فرصه مرات تجيك، بس بنفس الوقت اليوم انا عندي مشاعر تجاه شخص لازم انا احترم مشاعره اذا كان رفض او قبول، لان اول هو اصلا ما قايل له لا رفض ولا قبول، ما قايل له وانا حابه هو لشخصه، اقول له الليله كل هذا الهوى المرر قذفت شم صدري، الليله بي من النار الشوب ينطر فجربه حتى ويل ما يدري، الله عليك. الليله ما عوفن عيونه ولا هدج فوق ديه، راح حظل انطر شمسنا تقاود تشوف الضوء تشوف صبري، هلبت الدنيا ترد وحش الغريب، يا حبيبي انكت هدومك ليها ساعه طربيه، وداعت عيونك لو ما تدري ادري، ترد جيب الصور والذكريات فدو هم يا اخوان تجيب امري، الله عليك الله عليك. دائما احنا نمر بتجارب، نمر بقصص، نمر دائما بشيء حقيقي امامنا، ممكن هذه التجربه وهذه القصه تخصنا احنا، ممكن تخص شخص اخر طبعا. فلاح
القصة أو التجربة اللي مريت بها حضرتك أو شخص آخر أمامك، ممكن تتحدث لنا عنها هذه التجربة؟ طبعا أنا عندي أصدقاء اثنين يعني في أصدقائي أعزل إخواني، نعم، يشوفون وصلت هيك طلعت على الفرات وعلى كذا قناة، قام شوية صاتعتهم غيرة، مرات أشوف صاحبك يغان من عندك ما ترتاح، أنت قاعدة ببيتك وتوكله وتشربه ما مخلي شيء، يعني اشتري شيء قسمة بالنص، والله راح اشتري الملابس ما اشتري الروح اللي اشتري لهم. طبعا يقول يعني صديقي يقول يعني بعدين شوفه تلقاه يحفر وراك، قل جرب صاحبك قاعده ويا عائلتك، جرب صاحبك قاعده ويا عائلتك، وصلنا المرحله يكتلك ويعذب بفاتك، الله الله انعدم بيها الوفه الناس وعرف على شاكلتك، عيب ميزينها من الشين مو كل لمعاشرتك، اخبط صافيها وطلع حتى يتشلل بالغربيه. لا عليك الله عليك، صح لسانك. عرفوا من كتبت لهم هذه القصيدة؟ انا وصلت لهم مرتين، وصلت لهم هي؟ حلو جميل جدا، وبعدهم لحد الان؟ لا وصلت لهم اكثر من مره. ودائما الشخص اللي يكون ناجح بحياته ومن تكون عنده علاقات الصداقه او الاخوه ويكون كلش واضح وصريح مع هذول الناس ويحب هذول الناس ممكن حتى اكثر من نفسه ويفضلهم هم عليه، لكن فجاه إنه هم ينصدم إنه هم أشخاص غير حقيقيين. أنت تنصدم تلقاه يحكي عليك قدام أصدقائك. وتسمع أنت، هي الحلو إنه أنت مباشرة لو تجي تحكيها بوجهي ولا تحكيها بظهري. هنا راح تكون غير موضوع. هنا راح تكون هذا إنسان حقيقي عنده هذه الجراءة. حسن. أنا عكس هذا الشيء. شلون؟ لأن إحنا مجتمع شوية علاقات مسمومة. يعني إذا كان صداقة. الأغلبية حقيقة. فيعني أتجنب فيك أمور كلش طبيعي. الكرهني حياك الله، حبيتني أهلا وسهلا. لذلك أمن شيء عين وخذ. لأن صراحة بعد ما أكون ناس كلها تريد على مستوى أصابعك. ما أكو شيء صراحة. لأن قلت لك أكل اللي يحبك واللي يكره وكل. فالأمور هي الحياة. الكره حاليا والغيرة والحقد كثرة وهذا. هو الحياة ما راح يصدقيني. يمكن هسوى يقول أشياء وما مقتنع بنفسه. يمكن حقيقي تجارب. يعني أكيد. فالأمور خلت تمشي مرور الأيام. وصدقين يوم عن يوم الإنسان الصح يبين والغلط هو هم يبين، فخلها مرور الأيام لا أحتب ولا أقول ليش ولا شيء. زين تجربتك شنو حسن؟ تجربتي من يا ناحية؟ من ناحية الحقد، من ناحية أي قصة حقيقية أو واقعية أو تجربة صارت وياك وأمامك وأنت تأثرت بيها. في المرحلة من المراحل مرات هنا يقولون الحمل أكبر من كتاف يصير عليك، صح؟ فمرات الدنيا تجبرك اكو اشياء انت تحبها بس تتركها، يعني انت تحب رايتها في اشياء خاصه عائليه او مثلا بشخص ذا كانت، نعم، فتنجبر يعني انت تتركها. فمره مرات شفت نفسي قالوا لي انت هواي يعني متكئب وهاي حزينه، قلت لهم لا بس انا يعني الحياه خلتني انه انا هادئ، يعني تاخذ الامور بسلاسه كلش طبيعي. اليوم انا مو زين باكر انا زين، كلش طبيعي. فقلت امنيتي مره ابتسم بس ابتسم من صدق، امنيتي مره ابتسم بس ابتسم من صدق، مو وجه يضحك كذب بداخل انا احترق ومحتاج عشره قبل تخلص مؤده فمو مصلحه ونفترق، ومحتاج عشره قبل تخلص مؤده مو مصلحه ونفترق، ومحتاج اشمك ورد ومحتاج اشمك ورد والقاك رطبه بعذب وكون بشرط بس اللي ما تنزل بكل حلق، مو شرط وجهك حسن بس كون قلبك حلو وعندك ترافة عشك هيك انا اريدك الي، وتتبسم شمال والقاك كله خلق، شمالك نكرتل وعظميت ما نفترق، شمالك نكرتل وعظميت ما نفترق، تعاهدنا لو انجرح بتشوفك انت الدواء، ادريك هندس لكن بعيون اشوفك ضوء، تمرك كلو من قبل وانا البقال النوع، امنيت اشوفك ترد وجيب بيدك ورد، بس القدر ما يحل بس يرضى منه احترق، وارجع كلام الامس وابقى وش ما حكى واحفظ كلامك همس، وتايه بدونك مثل طشت هلاه العرس، الله عليك، وتايه بدونك مثل طشت هلاه العرس، خليني اعمى ما ارد اشوف الضوء، ادرب نهارك صلف وتنقاد للمعرف، الله عليك، ادرب نهارك صلف وتنقاد للمعرف، الله عليك، الله يسلمك. فلاح، العالم كلها بكفه وهذا الشخص بكفه، منو هذا الشخص؟ يخاف زوجتي سوي لنا مشكله، اذا قلت زوجتي قلت لكم بدايه البرنامج انا ما عندي بس زوجتي، لا عندي صديقه لا عندي حبيبه، مفصول من كلهم مهددينه. يعني هسه هاي الكفه زوجتك بيها؟ اي ماكو لي ماكو ليش الشكل مهددينه
زين احكي لنا عن زوجتك، شلون تعرفت عليها، شلون صادفتها، شلون اصلا قبلت انه حضرتك راح تدخل بهذا المجال مجال الشعر وتقبلت هذا الموضوع بدمتك شلون قبلها انا بهذا المجال؟ احنا منطقه يعني بعيده عن الولايه مسافه، هي اسمها حي الفداء. حي الفداء في عندنا تماثيل تصير للامام العباس عليه السلام يوم العاشر. المهم شفتها بهذا المكان، صارت العلاقه الحمد لله والشكر. حلو، والحمد لله والشكر ومستقرين. شنو الهدف؟ عرفت عليها بهذا المكان. حلو، شنو الهدف او السبب اللي خلاها تدعمك؟ هل بسبب غيره بعض الاشخاص من عندك؟ لا مو قصه غيره. اول شيء يعني انا قبلها انا بهذا المجال. قبلها كنت شاعر؟ قبلها وين وين، بس هي كانت توزع مي، خذت قلاص مي، القلاص مي ارحمنا. هذا القلاص مي صار سبب العلاقه؟ صار سبب العلاقه. حلو جميل جدا. طبعا حسن نعم. العالم كلها بكفه وهذا الشخص بكفه. انا ما متزوج. انت سوف تتزوج مو تتزوج انت؟ والله شوفي والله احسن لحظه انت راح تسوي المشكله. نزار قباني، نزار قباني يقول سألوه مره عن الحب. قالوا له شنو الحب؟ قال له مو حب انواع. فالحب اول درجه هو الحب يعني طبعا. الثاني هو الهيام. انت اكو شخص صار عندك هيام بي صح. وكو ثالث شيء الفقد، تفقد على شخص، هاي مرحله طبعا ما حد يوصلها بعدنا مرحله يعني. العشق اكيد. فمستحيل انا كل انسان لابد اكو فنقول فد قمر قدامه، فد انسان قدامه. فان شاء الله يعني مرور الايام يعني بعد هاي الكفه بعدها فارغ. لا لا اذا ما موجوده لا اكذب عليك يعني. يعني موجوده بس حيرت يعني اقول لك موجود. لا مو شوفي هو الحب يعني لازم نعطي، قلت لك يعني هاي المراحل الثلاث لازم نكون نعطيها الشخص اللي يستحقها. يعني احنا متربين صح، احنا متعلمين صح، احنا متعبين على نفسنا صح، فلابد اكو انسان يجي يستحق هذا الشيء حقيقه. نعم. ايه فيعني ما اقول لك اني ماكو، فاكيد اكو، بس ان شاء الله مرور الايام اكو. كتبت عن هذا الشخص؟ والله قلت له حسبيه ها وحقك ما ابقى للراي. حسبي وحقك ما بقال الراي، اخلافك كلها بي تعيل ما يدرون طبع الماي مسير يمس واجيك. الله عليك. ندع للطين واذا عكس الشمس سمت تجيك فياي، ما حنيت ينل العدو حسك جيت، رغم كل المسافه البيك انا غيلك واجب صفك، وغني لك شك بقلبي تعب وكتاب، ولو ادري اللي حبين هان ما حبيتك وغنيت. يلا اضرب بالك المرتاح وما فكرت بي تخون، وزدوفك ندع للجام رسم كل تعابيرك، اعمى وقاد من المجداف ابد ما ملتقي بغيرك، يا مشحوف لو نجيت طر الهور والبردي. الله الله وصف جميل. يا مشحوف لو نجيت طر الهور والبردي، هل بت تحثر بطاريك؟ هل بت تحثر بطاريك؟ هل بس سالفه مشتاق تحثر يم وجيبك؟ ولك هواي زعلت وياك بلكت تعرف بعيبك، هواي زعلت وياك بلكت تعرف بعيبك. عرفت هسه صح لسانك، عرفت انت ليش ما خاله بلكت؟ ليش؟ كل يوم يزعل وياك. شوف لازم الانسان ترى اللي يقول كله اي مو حلو، صدقيني حلاوه الحب صدقيني مو اي، يعني بالمشاكل يعني مره تكون حلو مره يكون بالمشاكل ولا والزعل، يعني الحب يكون حلو بالمشاكل مالته بكل شيء، لكن مو المشاكل اللي تكون كلش اوفر. لا لا ترى اللي يقول لك اي هذا يعني جاي بسهوله ما احبه صراحه. خلي يقول لي لا 10 مرات و20 مره ويعاندني 10 مرات واحلى يصير فلاح. اليوم بس غزل واكو وجداني. اهو وجداني، يلا خلينا نسمع وجداني. الناس تريد واحد يحكي بالمالات، الناس تريد واحد يحكي بالمالات، والما عنده فلس ما يرتفع شان، يا عم فقير وما لبست الثوب من جد لابوي حاله تعبان، الله اسولف بالفقر وادري الفقر مو عيب، شميس رب بلدنا تنام جوعان، اكو وادم كتل هالعوز ياخذ بيها ويودي، الشباب على الرصيف تنام والنسوان خبرك قامت تجدد، الله الله الحكومه تشيله والفقر جوعانين، والحاكم نقله يقول ما عدي، الحكومه تشيله والفقر جوعانين، والحاكم نقله يقول ما عدي، سلمنا امرنا لله واهل البيت واختمها بعلي وحسين والمهدي. الله الله ادوار القلب. الله عليك صح لسان. لساني حابه اسمع من حسن غزل، عوفنا من العتب، عوفنا من الزعل.
بس اكيد هي راح تشوف البرنامج مالك. يا هي بسمعها قصيده حلوه. يا هي شنو اسوي مشاكل؟ انا ما اسوي مشاكل، انا حابه اسمع غزل، واكيد الشخص اللي نحبه لازم نسمع احسن واجمل الكلمات. سنع تبوذيه طبعا هيك. يلا نسمع. اقول له بقلبك لا تخلي بشر بالك غيري، خلي بس ويا بالك ولك منو مثل بحنانه هيك بالي. الله الله. بلطف وزيد يا ولفي من لهاك وياه اللي يقرالك، من لهاك القصد من الفيمك من لهيك، ونسولف عن عشق لبلية النطراي، ولك مول الغريب يصير نطراي، بالك لا تروح تشوف نطراي. الله عليك. السلام. الله عليك. دائما كل الشعراء خاصة في الوقت الحالي يشاركون في المجالس الشعرية والجلسات الشعرية، خاصة هذه الفترة صارت بكثرة. بالضبط. انه يصير هذا الدعم الخاص بين الشعراء، يصير طبعا اكو مثلا من غير محافظات ينجمعون بمحافظة واحدة، كل الشعراء من غير محافظات ينجمعون بمحافظة واحدة. بالضبط. في هذه الجلسات الشعرية في سبيل يدعمون بعضهم. صحيح. يعني يكون دعم معنوي. سولفوا لنا عن هذا الموضوع. شوفي اكو يعني مهرجان سير قطرية وغير قطرية، فاكيد احنا تواصلنا على باقي المحافظات كبغداد كمثلا الناصرية كوت ديوانية، يعني اكيد نحتاجونك او يشوفونك انت اليوم خلال انت صرت مناسب للمهرجان فاكيد عونك. مرات اكو شاعر يقول والله اني ما تجي لي دعوه، والله اني تاخرت، والله لا هي مو هيك صدقيني كلنا ياخذ استحقاقه في الوقت هذا، فيعني وين ما يشوفونك فاكيد تجيك الدعوه ويجي ابداعك وتجي قصائدك تطلعها، فهي مساله صبر، مساله توفيق شويه. ممكن وما اجى الوقت المناسب ما اجى هذا الشخص. الوقت السوشيال ميديا ترى هي خير الدليل، هل يعني تقدر يعني مقطع على تيك توك او مثلا انستغرام انت تقدر تروج لنفسك. نعم. صح لو لا حقيقة. فيعني ماكو شيء صار في الوقت الصعب، انت تقدر بنفسك تنجحها وتقدر تفشل يعني نفسك. صحيح. واكو اوقات يعني مثلا تكون هذه القصيده ممكن انت ما عاير لها اي اهميه، او ممكن تراطيش انت تكتبها. جبار رشيد جبار رشيد جبار رشيد تقريبا قبل وفاته بثلاث اشهر جاب احمد الذهبي قال له اكو قصيده بعد ما اخذت استحقاقها، قال له معقوله انت صالك يعني قد كذا شاعر؟ قال له انا كتبتها بس هسه هاي راح اقراها هسه وراح تاخذ استحقاقها، كون تشوف الوقت المناسب هاي ما قصيده كون تشوف. وفعلا قراها وجبار رشيد صارت هاي اسمه، فكل شيء هو بخله صدقيني، النجاحات تجي فعلا حسب التوفيق الوقت المناسب. اكيد. شنو تعليقك على الموضوع في الاخر؟ الموضوع احنا الان جمعنا بالناصريه سوا يخرب كمهرجان ميدان 100% يخرب. ليش؟ يعني يخرب، احنا هي المشاهير تخربه. اها. ذاك يوم صارت عندنا فاتحه زين سيد بشير النعيم الله يرحمه شاعر ومهواجر، يعني جمعنا كنا شعراء خرب. خرب يعني المهرجان خرب، ميدان خرب. شنو السبب؟ سبب انا اقول لك كلها نجوم يعني زين. يعني ما مطين فرصه، يعني ما مطين فرصه للشعراء اللي يكونون غير معروفين حاليا فقط فرصة. للنجوم كانت الفرصه. يجي هو ينفخ روحه وهاي السوالف، انت اسمك طالع بعد تتزوج هاي الناس الفقره اللي المجال البقيه اسمك طالع والحمد لله والشكر. طبعا هذا غلط. الموضوع طبعا هذا الموضوع جدا بالأوان الأخيرة دا يصير بطريقة كلش ما حلوة، دا يصير مزعج جدا للشعراء اللي دا يردون يبلشون في طريقة. تواصل بعد يا أخي ليش؟ أكيد أكيد طبعا هنكمل موضوعنا وحديثنا الجميل وشعرنا معاكم أكيد من أهل الجنوب، لكن خلونا نروح فاصل إحنا والمشاهدين وكذا جايكم. قل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. يا تل الورد تل آخر الصباح حتى تطفى النجوم. شنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جاي تبوني. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة بالغربة ويجين الصوت، وين انت اشتهيت الموت؟ بنص بغداد اريد الموت. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا مرة اخرى، واهلا وسهلا بكم شعراء الجنوب. حيا سمس نورتون. انت النور. سلمت. نكمل حديثنا اللي قبل الفاصل كنا نتحدث عن اللي هو عن ماكو فرصة أو ما ينطوكم الفرصة بالنسبة للنجوم الكبار، ماكو أي فرصة للشعراء اللي يكونون في مقتبل الطريق. ماكو. ما حاولتوا تحشون أو تسولفون أو تتناقشون هذا الموضوع؟ ما يفيد حتى لو تحكي ما يفيد، إلا هو تشوفه يعني واصل وسيم تلقاه يتعارك له ويا واحد هالقده. يو. ونحن الناصرية أخوه الحمد لله والشكر. نعم. عندنا تقريبا 6000 شاعر ما شاء الله عليكم. اي اكيد بس اربع نفرات يفترون بالقنوات هذه، بس اربع سلات باوحهم ومحسوبين حساب فلان فلان فلان
هذول وين صاروا مثلا؟ يعني ما قرأت قصيدة بهذاك اليوم؟ لا نقرأ احنا. قرأت قصيدة؟ نقرأ. شنو القصيدة اللي قرأتها ولفتت نظرهم؟ قرأتها للمرحوم. كواك الوقت ساعة وعلي الموت. كواك الوقت. الوقت ساعة وعلي الموت كواك تكويني وأحس بطعام. الوقت ساعة وعلي الموت كواك تكويني وأحس بطعام. خايب لي نجدك عنك وتقول كواك مجالع والطبيب احتار بي. مجالع والطبيب احتار ميت يرفع ليحي وهدى وطيب كل جرح مشي. الله عليك. ميت يرفع ليحي وهدى وطيب كل جرح مشي. وهدى لفزعات من يفزع وهدى اليابس يرتوي والثخن فيه. اليابس يرتوي والثخن فيه. الله عليك صح لسانك. الله عليك حسن. شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ والله انا صراحه دعوات المرجت ما اطلع له. ما تروح ابد يعني مو ما اروح ابد ابد بس يعني ارجع اقول انا مقتنع بالاشياء اللي انا اسويها. لان مرات لازم تحسب خطواتك ستاب باي ستاب. وصراحة ليش هالاستعجال؟ يعني خلي المشاهير تشارة وخلي يعني الكبار يعني أنا يجي وقت. يعني أنت منطي روحك وقت. أنا كلش منطي لأن شنو تعرفين النجاحات تريد وقت تريد تاخذيه الصح. صح. لأن هسه شوفينا نجم أو شوفينا مشهور إذا كان حقيقي شاعر تلقينا متواصل بس إذا تلقينا يعني هيك. راح ينسون الناس بعد فترة حقيقة. بالضبط. ايه. أكو هبة تصير بالبداية. بالضبط. راح ينعرفوا العالم كلها تحكي باسمه لكن فجأة إنه هذا الشخص لا العالم كلها راح تسكت راح تنساه فهذا من الخطأ إنه إحنا نتجه إلى هذا الطريق. بالضبط. وأكو أسماء يعني كلش هو مثل عندنا سعد شميل عمار سالم بهار جنديل هالأسماء كانت تكتب من 2000 وتقريبا 2010 2008 زين هاي خلال 12 سنة 13 سنة ماكو هم هسه صار 4 سنوات ليش؟ لأن هاي إجا وقتها الصحيح. بالضبط. هو على مدارهم على الساحه يعني موجودين. فانا اكو دليل اكو طابع انه شاعر يجي وقته. فصراحه مال المهرجانات والدعوات هاي حيا الله جت ولا ما جت صراحه وتجي وما يعني مو وقتها لان خلت كامل بعد فكريا طبعاً. اجتماعيا عقليا هذا تفكير واعي هذا تفكير حلو ضروري صدقيني هذه قناعه ورضا. القناعه والرضا يعني من الصعوبه انه احنا اي انسان يكتسبها صدقيني الصعوبة. انا ما اعتب على شعرك اكبر مني كمحافظتي يعني منتدى تعال لان يرحبون بي عشان يعرفوني انا خارج هذه الصوره مالتهم مال المشاكل وبعاد نعم. هو ابداعك يوصل لهم حلو. صدقيني اكو اسماء تعرفني انا حسن وتعرف شعريتي بس يعني كلش طبيعي هو عرفني يعني ليش يعني الا تعال خذني يعني كلش طبيعي ما يعني يعني انا الشعر قلت اكتبه لمرايتي هي تعكسني شيء يعني عن المشاعر الداخليه بالضبط نعم. تنافسيين كلش بعيد عليهم يعني اكو نجوم عندنا اكو اسماء شابه قلت لك كشف بخته حلو يجي حلو جميل جدا. رحت في يوم منتدى ولقيت قصيدة وهذه القصيدة لفتت انتباه الجميع. أي أكيد كان يوم أكو يوم اختبار كانت مسابقة هي. حلو. فقلت صارحنا شنو ما تريده كل ضوجك ما أعيده. الله الله. صارحنا شنو ما تريده كل اللي ضوجك ما أعيده حالف لك بقلبه وريده أنت البداية بكل قصيدة. الله الله. بسكوت حبنا وياك بسكوت كون اللي يحب ما يعرف الموت. وحاضن اصورك حضنة التوت ومكروه هجرك جنة تابوت ولك ذبحني بسكونك تسمي وكل همي بيك وبيك همي. الله الله. ولك ذبحني بسكونك تسمي وكل همي بيك وبيك همي. وش يصير لو موجود يمي ما باكي عقبك طلع دعني ومذموم صاير عيني على الباب وناسيني فوق رفوفك تراب اجرحني بلك بجرحة انعاب وكل الحكي خلى ورانا هاي ناس وايد تحكي كل الحكي خلى ورانا خل ريتك الشم الهوان خلينا واحد انت وانا ومو عاشق بظل المكان. الله عليك. ومو عاشق بظل المكان. صح لسانك. الله يخليك. جميل جدا. اسلوب اي شاعر يا فلاح يعجبك اسلوبه طريقته بالتعبير حتى القاعه بالشعر تقول هذا الشاعر اللي اني احب دائما اسمع الى اشعاره واحب اشوف القاعه. انا طبعا ابن مدينتي. نعم. أنا راح أروح للعنصرية شوية بس هو ابن عمي مصطفى الطائي واصلكم اسمه نعم وشاعر ترس الحليب بس مدفون يعني ما طلع الناصرية شنو السبب؟ ما طلع أنا من جيت لنا ما طلعت الناصرية احنا عندنا نقابة احنا بغداد أستاذ خليل عبد الله خليل هنا صار لفترة وياهم والحمد لله وشكرا الناصرية ما طلع واحد كمل شاعريتك صح بس ما طلعك مستحيل نعم يعني علاقات صايرة شلون الحكومة بالناصري بنص الناصري علاقات وحزاب احنا ليش نحكي على الحكومة حتى بالشعر حزاب
هاي شنو؟ كل شيء حزام. يعني تحكي على الحكومة لا غلط. إلا أنت بالشعر حزام. يعني يكونون متقيدين بإلقاء الشعر أو بكتابة الشعر هناك؟ والله يكتب كتابه الولد. أي. مو قصة ابن عنه هاي. بس كتاباته. يعني يكتب كتابة مستحيل شاعر يكتبها بالناصرية. وهو شاعر الإمام العباس. حلو. يعني هو أخذها 5 مرات تقريباً على المحافظات ناصرية العمارة على بغداد كل ما يشارك وياخذ الأول ستقدرون تدخلون نرجع لموضوعنا أكيد الهوسة اللي كملتها بالميدان قلت تصفن على القصيدة صفنة الموت وهسه الموت صاير للقصيدة تصفن على القصيدة صفنة الموت سيد وهسه الموت صاير لك قصيده جبل ما تنعبر وتهابك الناس حققت الصعب واللي تريده انت مدرسه ومخرج جيال بشير بلا قلم تكتب جريده 3 جيال مخرج والرابع شال التابوت 3 جيال مخرج والرابع شال التابوت الله عليك الله عليك صح لسان حسن اسلوب اي شاعر يعجبك والله صراحه انا اسمع وايد شعره مثلا جبار رشيد الله يرحمه الله يرحمه نيثان فالح مرتضى الميالي نعم عصام كريم هاي اسماء كلها بغداد طبعا حلو لان هاي ليش كلها بغداد تسمع مو شوفي هي الشعر الوان وانا اشوف نفسي مثلا وين فصراحه اليوم الشعر لازم يكون متكامل نيثان فالح تلقى هدوء تلقى كاريزما تلقى حضور من كل شعر تاخذ شيء بالضبط مرتضى الميالي تلقى فد اكو حنكه في القصيده فد اكو سواكه فصراحه هي نكات متعدده بالضبط عصام كريم شاعر يجنن حلو. عصام يقول زعلان لو مشتاق بيش ابدي بفراق وتش لو معستش عندي مي. يعني اكو شعر يلامس قلبك شوفه قريب تشوف روحك بيه هذا الشعر بالضبط يلامسك جدا بالضبط فاحنا يعني خلينا نقول نتبع خطوات او مثلا ندرس هاي الشعراء فصراحه احنا بعدنا بدايه الطريق فنحتاج هيك اسماء ونحتاج بعيدا عن الغرور وبعيدا محتاجين الى معرفه اكثر بالضبط فاسمع كل شعرانه جوز كلمه اليوم انا استفاد من عنده اكيد طبعا وان شاء الله حلو. قادم افضل حاب اسمع بيكم مساجله شعريه اي ماكو مشكله اقول هلا يلي عمن بلياك هاي وهاي هلا يلي عمن بلياك هاي وهاي اعمى ادخر استيه كؤز الماي احبك حب قبل صاف القلب والراي هلا يلي ما يعرفونك هلا غشمه من تفق دلة تبين النعمة الوحيد انت الما وضح رسمك ارسمك وغلط برسمك ورد ردود وثاريه الما يعرفك يظلم العنقود وبس يمك احس بروحي ما مفقود وتيه فرح قلب وانسى انا الما من جرح بس قلبي الله عليك كله تاه لو تاه حضرنا العقل يا ناس لو تاه لو تاه حضرنا العقل يا ناس لو تاما هو في من الحبل 70 خيب لو تنخوف من المربوط لو تاه يصيرك لف من التايه علي يصيرك لف من التايه أقول تلا من مثل روحي غلط يا ناس تلا من مثل روحي غلط يا ناس كلا يا مضلوع من يعين ما انقضوا كلا يا مو علي وقتي المنام هم كلا يا ملتمن والنفس يصعب علي بريجي ما يفوت العسل بريجي ما يفوت العسل لو فات بريجي 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 ما يفوت العسل اخ 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 بريجي ما يفوت العسل يومان النسيان وايد الله عليك الله عليك بالعكس صوت جميل جدا والضغط عالي وكهربهم انا تشنت راعبهم ضغط عالي ضغط عالي وكهربهم انا تشنت راعبهم سحقت جنودهم والقادة والضباط انا لدقيت راية بنص منازلهم انا فحط زلم فحطت ملك الموت انا طلعت شيب بشواربهم الله عليك الله انا فحط زلم فحطت ملك الموت
أنا طلعت شيب بشواربهم اللي رضوا والما رضوا ما نعترف بيهم تكرموا الرقم باللابسين أمام خليهم هيتش استحقرتهم خدم عد كفار والنجوم ظهرك راح راويهم الدنيا خلصت لا عنا غلطانين لسانك لا تطول ولا تحاكيهم لسانك لا تطول ولا تحاكي لسان بنادم ياكل حتى الميت ما خلصان الله عليك الله عليك اي حسن شو تجاوبك؟ اقول له بشفافه بس كلمه ندم وبقلبه لوعات والم ومنك ترى ما قصرت لما رحت ما فكر ايش يصير بي بغيبتك ومو سهل احلل فرقتك ومو سهل انساك بعجل خلي لي شويه امل ترجع لي ما تبتعد ارجع ترى قلب انمرد من غيبتك دم اخلص عشان بلبل وطب للقفص وكان ليل ما يمر لقمر هيك انا صاير بالهجر ما تدري ما جاك الخبر وعيونك وعيون قامت تحب سهر ما تدري ما جاك الخبر الله عليك اقول شفتها تنقط ماي للرايح وراد شفتها تنقط ماي للرايح وراد هاي بياهل يريد يزور خل ياخذ امراه الله الله ما دنت نفس بيوم والله على جاره حتى العمرها صغير انقلها خاله مدهوس هاي الخالي انا متعلق بيه كلش ما راح رحمه الله اكيد واحنا كنا على هالطريق كنا على هذا الطريق صديق هم بالحله واحنا بالناصريه فحادث قصه اي حادث مال سياره خابرونا اجينا المهم ما خلونا ندخل بقى 6 ايام وتوفى كتبت بيت ابو ذيه وهوسي رحم الله والديك اقول مضيت وما لقيت دواك يا الدم مدد وش ما تقلوب مضيت وما لقيت دواك يا الدم مدد وش ما تقلوب يلد شبيه اللين وكل من حدر يلد وحس بالدود سوى الحود بيه وحس بالدود سوى الحود بيه حلل بالعقل عقلك يوزن جبال حلل بالعقل عقلك يوزن جبال سولف بالبخت وادري البخت ينقال الله الله سولف بالبخت وادري البخت ينقال خال يموت التموت امه وابو خلين تجي على الخال اللي يموت ما وابو خلي ينتجي على الخال خالك ريح تمك بيه وتعدل الحمل وما وانت من تميل الخالك وانت من تميل يعني امك وتميل عليك انت من تميل الخالك يعني امك وتميل عليك الله احسن انا اشوف الخال يعني مكان الابو الخال طبعا اي هو يكون صديق الاخ مكان الاب يعني خاصة مثلا إذا ما كان عندنا صديق فالقال هو الملجأ الوحيد اللي يكون هذه العلاقة خاصة إذا تكون من الصغر وإذا تكون طبعا. الأعمار متساوية يعني أو ممكن هو أكبر من عندك بكم سنة كان هو سابقنا بالتجربة رجال كبير احنا نكتب بس واحدة هنا واحدة غادي يعني مو ذيش كتاب أكو شيء تلقى لك إنسان يوصلك يقول لك هاي غلط هذا صح يوجهك تعلم من عده هو صدق توفى بس تتعلم من عده هواي شغلات هواي شغلات تعلمنا نكتب بس حكاية هنا وحكاية صحيح وخاصة يكون الموجه الصحيح لك يعني دائما ينصحك بشيء اللي يفيدك انت اللي بعدين بالمستقبل بمرور الوقت راح تشوفه الحمد لله وراح تتبعه اكيد اي حسن اي ست سمعني شوفي انا صراحة ربتني هي والدتي الله يحفظها فوالدتي من النوع اللي كانت تحبنا هواي انا عندي اخت يعني عندك اخت ثاني؟ اخ لا ما عندي من والدتي ما عندي بس ابوي عندي احد اي فهم كلهم اخواني طبعا اكيد اكيد طبعا بس اكيد عائله شخصيه كان فصدقين مرات من اكتب او ادندن هي تفرح يعني او تشوفني انا مرتاح او مستانس فاكيد تدعي لي ومن هاي الامور فمره مرات قالت هواي تطلع شو ما كاتب لي ليش؟ يعني ما كاتب اي قالت لك ليش ما تكتب لي يعني؟ قلت لا مو بس انت يعني قناعتي قلت انت عظيمه يعني شو انا وصل بشعر تسرق ليش مكاتب لهم يعني صراحه ما يعني رادلها هواي لا متى تلقى انا قناعتي قلت انت عظيمه يعني لا يرد شوي
يقنع هذا شوي بس يكتب منه والله اي اقتنعت لكن انا بعدني ما مقتنع انت لا ليش كاتب لها لا لانه كتبت له اكيد قلت امو كان هالعافيه اللي ما عند ابوي امي امو كان هالعافيه اللي ما عند ابوي شفت شفنا عور لما تنسال تقلد الزهراء لو مر بيها ضيف حتى لو بسمارها من السوق الله الله امو شجره شما تهسه تمشيل العيش يا رجلها ما محسوبه ذل الدعاء بشفها يعرف بالسماء توها امه تريد تنوي من قبل امه حتى لو كتال ابوها تمد العيد امه مكتول بحلك الاسم حل احفظ امك بيت القاطع قديم وخلها سودون بها ارتجل وخلها سودون بها ارتجل الله عليك من سمعت هاي القصيده الكريمه ما قنعت شو قامت تحبني اكثر يعني حبتك اكثر اللي كتبتها بالضبط بالعكس عبرت لها عن مشاعرك الداخليه لا بالضبط تعرفني ايش قد انا احبها وايش قد اعسها والله خليها قدامي البعض والله يحفظها لكم يا تسلمين تسلمي سلامي فلاح الصديق هو الملجأ طبعا هو الرفيق طبعا هو الملجأ اللي انت تحس معاه بالاستقرار والراحه النفسيه اللي تفصح عن كل ما في داخلك اله لان هو الشخص الوحيد اللي يسمعك لكن الصديق الحقيقي مو الصديق الثاني اللي يكون إلى غايات لا هذاك ما يسمى صديق مو صديق يسمى ثعلب مو صديق حقيقة لأنه مكار يأكل وينكر مو صديق لكن الصديق الحقيقي لفلاح من هو راح أوصل بيته بذية يعني. أقول صديقك لو تجربة شيء لمانة وحرص خل الصداقة شيء لمانه صديقك لو تجربه شيء لمانه وحرص خل الصداقه خايب مو زنجيل ادق لك شيء لمانه على صدر واقول اسحق عليه الله الله على صدر واقول اسحق عليه الله عليك الله خيط امشي قمت على المقص ودر العمر قاضي خيط امشي قمت على المقص ودر العمر قاضي كان واحد وكاتل كتل ويطب على القاضي الله الله خايب ينحسب الضلوع مشط صار الجسد ماضي بس اخ مني الوقت شو سوى ما راض ترضى وياه بكلهن بس الزل ما يرضى عليه انت بكل شيء راضي وياه بس يسوي لك شيء قلب 180 درجه قلب قلب لك وحش هذا في حال اذا كان مو صديق حقيقي هنا طبعا حسن مبتعد عن الجميع يعني لا اكيد متعادن. يعني اكيد حسن انت تحتاج الى صديق او لا لا عندي اصدقاء لا صديق واحد تنطي كل هذه الثقة لا لا مستحيل تنطي أبدا مستحيل يكون صديق واحد يعني صراحة عندي أكثر من إنسان قدموا لي المعنويات وكأني كحسن كعائليا وأنا ساندتني على مستوى حياتي فمستحيل إنه أنكر فضل الإنسان علي لكن لو كلمة حتى نعم لكن كل شخص عنده دائما صديق واحد أو رفيق دائما يفصح عن ما في داخله والله عن الأشياء اللي مثلا يشأذي أو ممكن ما يقدر يحكي حتى الأم والأب اكيد لا انا ما اختصر بواحد بس موجودين عندي تقريبا يعني 3-4 لان صراحه انا ما عندي فد مشكله وانسان الصديقي اللي صادقني عادي على عيني على راسي واللي راح راح ويعني عندي ناس قلت لي هواي انا اديني لهم طول عمري يعني حلو يعني حلو. مستحيل انه انا انكر فضل انسان او يعني صدقت كله خليه بشخص واحد انا راح اظلم نفسي واظلم الشخص المقابل اكيد طبعا نسمع شيء عن الصديق أو كاتب شيء عن الصديق تقول لي لفني شلون لفك مو سهل لفك كلف لفني تقول لي لفني شلون لفك مو سهل لفك كلف اتطشرت كلك بحظ من هالسبب ما قمت لف ثقل جدمك من نخيتك وجدمك الغير يخوف حيل مهضوم على العمر الخلص بحيل واسف وحالي حالي جقار الورثوها من القطف محسب انا تروع عني وقررت ابعد وكف عنك وادري وهذا ما يحب طار النجف وعرفانا من البداية القلب ما ترهم ملف الله. انت كلمة واني اخرس وما الوى شخصك عرف الله علي الله علي حفظك فلاح ايش وقت يوصل الشاعر الى مرحلة الرضا في الشعر شلون يعني ايش وقت يوصل مرحلة الرضا يقول لا خلص اني شاعر مبدع ما يرضى الشاعر ليش ما يرضى ما يرضى يعني هو يوصل المكان وها هي انتهت لا مو ها هي انتهت إن هو راضي على نفسه هو على نفسه ما راضي شلون يضحك والله على نفسه ما راضي زي ليش هو على نفسه فلاح ايش وقت يوصل مرحله الرضا الله كريم ان شاء الله خير شنو الخلل شنو الاشياء اللي بدها تخليك توصل الى هذه المرحله هواي اشياء يعني ابسط شيء هواي اشياء اللي هي يعني انا انت شفت كتاباتي كلهن على الصديق يعني شبعان ضيم شبعان ضيم ضيم كلش بالعامية
أقول المرض غثني ابن عمي وداني بعد ما ينفع صياحي. المرض غثني ابن عمي وداني بعد ما ينفع صياحي. بوذان سنون انتهى وعيوني وذان رقد حيلي وخاف من المني. تحن حنية العرجون ظهراي وعلي يصبح سواد الليل. تحن حنية العرجون ظهراي وعلي يصبح سواد الليل. تحن حنية العرجون ظهراي وعلي يصبح سواد الليل. ظهراي روحي لا تظل بجسد وظهري ما زال اصبحت رجلي يدي. ما زال اصبحت رجلي يدي. الله عليك. الله عليك. الله عليك. حسن ايش وقت يوصل الشعر الى مرحله الرضا او ابنه؟ حسن ايش وقت يوصل الى مرحله الرضا؟ والله واصل الشعر واصل لهذه أيوة المرحله. الرضا هي مرات هي مو للوصول. يمكن انا لو اكتب قصيده عندي مثلا 10 نفرات او 20 نفر او اي مهما كان العدد انه هو يسمعون حسن وحافظين قصيده حسن هو رضا تام. انا عندي اكو كثير من الشعراء يحاولون يبذلون مجهود كثير ممكن حتى في وقت من الأوقات يفقدون الإحساس بكتابة الشعر مجرد فقط يكتبون قصائد في سبيل أنه هم يردون يبرزون. بالضبط هو الوصول نعمة ترى. نعم يعني أكيد هالشيء. لكن الوصول بالطريقة الصحيحة. بالطريقة الصحيحة بس مرات الناس هم يريد وقصيدة تريد والسباكة تريد قوة القصيدة تريد. مرات أكو جاي يشوف شاعر تنازل عن شعريته بسبب إرضاء يعني فد عدد هو من الجمهور. صح. بس صراحة يعني وكل إنسان ترى يحب الشهرة ويحب الطموح ويحب يوصل بس مرات هي خلينا نقول على قدك باية باية. فقلت لك أنا يمكن لو عدد عندي 100 نفر أو 200 أو مهما كان العدد أنا قصيدة تنسمع أو تنحفظ أو مثلا ينادون بقصيدتها صدقيني أنا أرضى تام. ماكو واحد ترى يعني وصل مرحلة وقال أنا كافي أنا شبعت. لا مستحيل كل المجالات الطموح ما ينتهي أبد. حلو. والحياة تسعى لها وهي تجيك. أكيد طبعا. إيه فيعني لا اقول اني يعني راضي عن نفسي راضي وكوصول يعني الحمد لله والشكر يعني ما اقول اني فد نجم وش لا على المسميات كلها لكن اكو هذا هذه الرضا. ها رضا رضا كلش تامه. هذا الشعور الداخلي يكون جميل جدا. بدايه الحلقه قلت لك يعني بدايه الحلقه قلت لك انه انا الشعر كتبه كم رايت الثانيه. نعم ويوم بعد يوم انا اكتب يعني ما دام نفسي موجوده ابدي اكتب شعر. ما دام شخص انت اللي ببالك موجود هم لا مو اللي ببالي انت اللي ببالك لا تخليه على الكفه لو لا لا الكفه اكيد شوفي احنا ليش خل... هو غير مقتنع بالكفه لا لا, لا 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 مستحيل لا ما اسوي شيء طبعا راح يصير مشكله من وراك طبعا من وراك اسوي مشكله ستي طبعا من وراك بس شوفي ماكو شيء يخليه احنا ما مقتنعين بيه صدقيني واذا اجي وقت المناسب وانا ادز دعوه تجيني انت ان شاء الله اكيد ان شاء الله اتشرف اكيد اتشرف الغايب المتعمد الغياب يا فلاح الغايب اللي متعمد الغياب شو نقول له؟ أنا ما راح أقول له بس الدقرة إحنا أول شيء يعني من جيت طلعت للشعر وهاي السوالف أنا أخوي الكبير شيخ مال عشيرة نعم يعني مثل ما تقولي عندنا ديوان وعندنا نعم بعد تعرفين المضايف الأشعارية أكيد طبعا أكيد فأرد أوصل له هوسة من منبركم يلا نسمعها اليوم الشيخ لا ما طلع اهله واخوانه ما بي فايده نتباهى بيهم طبعا قلت له صير شيخ انت على روحك لا تصير على الغرب صير شيخ انت على روحك لا تصير على الغرب اليوم كنا شيخ روحه والوقت كله صعب طبت الديوان كلفه مش بالباطل تطب الشيخ طلع اخوانه ما يطلع بضراع الناس لا ما يطلعونك اهلك ويوصلونك ما تصير اكيد حلو جميل جدا الغايب يا حسن متعمد الغياب لا لا شوفي ما كنت انسان يروح بدون سبب صدقيني مرات يقولون ماذا لو عاد محتذرا انا اتعجب شنو عاد محتذرا يعني هو انسان راح مثلا بارادته ماكو انسان يريدنا وماكو انسان يعزنا ماكو انسان يحبنا ويروح صدقيني ماكو حتى من يرجع مستحيل يلقى نفسه كذا مثل شيء مرتضى الميالي يقول يعني هي يعني حتى تروح وترجع مرتضى يقول كان هو قصده على هذا المثال يقول سمحي لي احكي براحتي وخليني وراح المشاعر تنفجر من عيني لا تحجميني ولا ترسمي الحدود بالنسبه لي المراه تستهويني هو هذا هو قايل مغازي العيب الماي غازي المبشر صدقيني هو انت فعلا راوضه ما تحبيني لهذا لعبه ورايده تعذبيني وعذبيني مو مهم ماكو اشكال بس بالنهايه يحييني وين التعدي بكلمه تعجبيني وين الإساءة بكلمة الله الله على هالجمال النادر السبعيني الله عليك الله يحفظك صح لسانكم
طبعا نورتونا اليوم، شرفتونا، تعبناكم اليوم. شكرا للدعوه. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله، وتشوف شعر يا ربي. الحمد لله وشكرا. اهلا وسهلا بكم برنامجنا ليله شعر، ونورتونا وان شاء الله ما تعبناكم. اتمنى انكم خفيف الظل، وشكرا للجنود خلف الكواليس، وشكرا لك، وان شاء الله الحلقه تكون تليق اكيد جميله جدا بوجودكم. أكيد. شكرا ست. اذا مشاهدينا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم في حلقات جديده ان شاء الله. مع السلامه، في امان الله.